امشي يا بابا دقيقة الساعة 7 الا ثلث يا دلازل راك على الباب ضربت الطيارة عندي في البيت عشان نحن ما حسينا في غاز اسمه ولا حسينا بشيء انا عندي اطفال توم عمرهم 10 شهور وزوجتي اسعفتهم شلتهم وطلعتهم لبرا البيت شلتهم كلياتهم معي وطلعتهم لبرا وانا طالع لبرا قالوا لي الضربة في ضربة تانية عند دار اهلك انا كمان كلهم مستشهدين بس العالم كل شعب يحكي معي هو ماشي عم يوقع بدي ارقد لحق اهلي رحت للحق اهلي شلت اخوي اول شيء ياسر مستشهد عبد الكريم مستشهد شيماء بنت اختي مستشهد حمودي ابن اخوي مستشهد عمار مستشهد لقيت جيرانه جيت لشيله مستشهدين ما عاد احسن كفي